في بلد لم تنقطع عنه الحروب ولازمته منذ عقود ليصبح العراق واحدا من أكثر البلدان التي توجد فيها شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، تلك الشريحة التي تزداد معاناتها كلما دخل العراق في أزمات أمنية أو اقتصادية، وربما ليس آخرها أزمة ارتفاع الأسعار. تزيد نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق على 13% من عدد سكانه بحسب إحصائيات رسمية، إذ بينت وزارة التخطيط أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة يتجاوز 1.5 مليون، إلا أن عددا من المنظمات غير الحكومية أكدت أن أعدادهم تجاوزت 4 ملايين خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. قانونياً تتكفل الدولة بتوفير الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة وفق قانون هيئة الحماية الاجتماعية لعام 2014، إذ يؤكد مشمولون بهذا القانون أن منحتهم المالية تبلغ 170,000 دينار، فضلاً عن راتب المعين المتفرغ لخدمة المعاق الذي يتراوح بين 100 و150,000 حسب حاجة من يعينه، بالإضافة إلى مخصصات الزوجة والأطفال التي تبلغ 80,000 دينار فقط. يقول كثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة أن الراتب الممنوح لذوي الاحتياجات المسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا يغطي أبسط احتياجات الإنسان الطبيعي الذي لا يعاني من أي مشكلات جسدية وصحية، فكيف إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن عدم وجود مستشفى حكومي وأطباء متخصصين يمتلكون خبرات عن هذه الشريحة. فرص ذوي الاحتياجات الخاصة بالحصول على العمل معدومة، هذا ما يؤكده أفراد هذه الشريحة، رغم أن القانون وفر لهم 3% من الوظائف في الوزارات ومؤسسات الدولة، مبينين أن المجتمع يعاملهم وكأنهم عاجزون بشكل كامل أو معاقون عقليا وليس جسديا، بالرغم من أن كثيرا منهم حققوا إنجازات في مجالات الرياضة والتعليم. We'll be right back.